بونسوار يا أحلى عالم. اليوم رح أحكيكم عن شغلتين. أول شغلة اللي هي شو هي العادات يلي الناس الفعالين بيعملوها، وكيف منكتسب العادات ومنخليها شيء بحياتنا ما نستغني عنه. أوكي، أول شيء من العادات يلي بيعملوها الناس الفعالين هي أولاً القراءة. ثم القراءة بيقروا كتير، يعني بيقروا آلاف الكتب ليلاقوا الكتب يلي هي تغير من حياتهم وتخليهم أكثر فعالية بالمجتمع. أوكي، من مميزاتهم كمان أنه عندهم إصرار، تحدي إصرار، يعني لنقول بيعملوا مثلاً إكسبيريمنت، إذا أول مرة ما زبطت بضلوا يكملوا يعملوها، وما بيعتبروا إنه هيدا هو فشل، بيعتبروا إنه هو تجربة ما نجحت والتانية رح تقود لنجاح إن شاء الله، وبيعملوا آلاف التجارب ليوصلوا لتجربة ناجحة. بفيقوا بكير، يعني الأشياء المهمة اللي بدهم يعملوها بيعملوها بأول ساعات من النهار. يعني مثلا لو كان الشغل تبعكم الساعة 8 وفيكم تفيقوا الساعة 5 لنقول، وتعملوا بساعتين اللي ما عندكم فيهم شيء، تعملوا اشياء مهمه مثل رياضه، ممكن تقروا، تدرسوا، تعملوا ريسيرش، اي شيء بدكم تعملوه مهم يكون برايوريتي. ما ننسى كمان اكيد اكيد من العادات اللي بيعملوها هي انه بيفكروا برات الصندوق. اوكي، مش بس هيك، بيكونوا مبدعين، يعني دائما ببحث عن الافكار الجديده. انا بآمن انه ما في حدا ما عنده موهبه، نفس الشيء هن بيضلن في رحلة بحث ليلاقوا شو هي موهبتهم، أو بالأحرى مواهبهم. يعني كيف بدنا نعرف إنه نحن عنا موهبة إذا ما جربنا؟ خلينا نجرب كتير أشياء ونشوف أي نية الشغلة اللي منبرع فيها ومنعملها موهبتنا، وبعدين بتصير. دايما بحطوا أهداف كبيرة، وين الحدود تبعهم وتبعوا تفكيرهم؟ السما. دايما بفكروا they think big. بيقول المثل قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. دايما بحاوطوا حالهم بناس ناجحين وبناس متفائلين وبناس دايما مبدعين عشان يتأثروا منهم، وبيبعدوا عن الناس المحبطين. لكن خلينا نحتذي فيهم، ومثل ما قلت لكم بفيديو مرة انه لنكون نحن كمان فعالين لازم دايما نقرأ البيوغرافي، السيرة الذاتية تبعو للناس المهمين، شو كانوا يعملوا بحياتهم، شو المشترك بيناتهم، قلنا النقاط المشتركة بيناتهم تقريبا، في كتير اشياء بعد. هلأ بدي اقولكم كيف بنكتسب العادات. هلأ بحياتنا في عادات سيئة وفي عادات منيحة، شو رأيكم نستبدل العادات يلي ما بنحبها باشياء منيحة؟ نصيحتي الاولى لإلكم هي اربطوا العادات الجديدة باشياء بتعملوها كل يوم. Let's say مثلا بدكم تتعودوا انكم تعملوا فلوس من بعد ما تفرش اسنانكم، اربطوا هيدي العادة بانه بفرش اسناني وبعمل فلوس. Let's say بدي اتعلم شغلة جديدة، لغة جديدة، اول ما اوصل على البيت واشلح الشوز بروح بدرس 20 دقيقة. هيك بنكون ربطنا الاشياء باشياء بنعملها كل يوم. مثلا ما بحب امشي على التريدميل وبدي احضر مسلسل متابعته، حطوا المسلسل اللي متابعينه ومشوه على التريدميل. التكرار بعودكم بتصيروا انه كل ما بدكم تحضروا هذا المسلسل بيرتبط بذاكرتكم اللي هي العادة المشي، وهيك بتتعودوا عليها وما بتنسوها. كمان فينا نربط العادة قبل ما ننام. قبل ما ننام خلينا نحط let's say مثلا اهداف لحياتنا او هدف لتاني نهار، فبيصير عادتنا قبل ما ننام بنفكر بهدف كبير رح نعمله تاني نهار. تاني نهار قبل ما ننام بنفكر هل نحن حققنا الهدف، وبنحط هدف ليوم. اليوم عطيتكم فكرة كتير سريعة كيف بنكتسب العادات وشو هي العادات المشتركة للناس الأكثر فعالية. بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو وحبيتوا أن نناقش بالموضوع أكثر أو بمواضيع تانية أن تبعتوا لي بالبوكس تبع الكومنتس تحت، أو بتمنى عليكم إذا عجبكم كمان الفيديو لايك سبسكرايب وشير، وبشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. باي.